كانت الحكومه والانجازات اللي قامت بها الحكومه تحت الرعايه الساميه لجلاله الملك. وحنا عارفين كاع اللي قدمته هذه الحكومه، خصوصا ان هذا الشيء جا من وراء واحد برنامج انتخابي واللي هذه الحكومه حطته على ارض الواقع من بعد ما كونت الاغلبيه ديالها ولا برنامج حكومي. ومنذ النصيب ديالها كانوا كيعايرونا كيقولوا انها حكومه صامته، هاد الناس ما كيهضروش، هاد الناس ما كيتواصلوش، هاد الناس ملي جاو هما ساكتين. فينا هو رئيس الحكومه؟ فينا هما الوزراء؟ فينا هما النواب اللي صوتنا عليهم وتخباو؟ حنا ما كناش مخبيين، كنا كنواكبوا الحكومه باش ننزل هذا البرنامج. وهذا البرنامج اللي جا وحنا عارفين، واخا كيقيلوا يقولوا علينا في المواقع الاتصال اننا كنبكيو على الازمات وراها واقعيه، كانوا ازمات كثيره دخلنا عليها، منها الكوفيد، منها الحرب الاوكرانيه، وقدر الله ما شاء وجانا الزلزال، وعندنا الجفاف، وهذا الشيء كلهم اشياء صعيبه اننا نواجهوها. ورغم ذلك ننزلوا البرنامج، حيت هذا البرنامج اللي حنا غنزلوه راه كنزلوه وعندو تكلفه، وهذه التكلفه باش تجي راها كيخدموا عليها وكيدار واحد لو بيجي، واحد الميزانيه كتجي، وهذه الميزانيه راه بحال كيما كنصيروا دارنا، عندنا مانضه وحده مدخول واحد وكيخصنا نسدوا به كاع القنات، عندنا الكريدي، عندنا تقضية الصيمانة، عندنا الحويجات ديال الدراري، عندنا المدرسة، عندنا الطبيب، وبعض المرات ما كيعطوناش الفلوس وكنلجبوا أننا نكملوا الآخر ديال الشهر، ولكن كندبروا. ومول الدار ومولات الدار اللي كيكونوا قادين هما اللي كيخرجوا راسهم، هو رئيس الحكومة ديالنا. الحمد لله أنه رقى الأزمات اللي عندنا واللي كتعيشها البلاد ديالنا، استطاع انه يلتزم بالتعاقد اللي دار مع المواطنين في هذا البرنامج، استطاع انه بالنسبه للصحه يعاود الاصلاح ديال المنظومه الصحيه كامله، التحفيز ديال الناس اللي خدامين في الصحه اللي كلهم تعاودات الوضعيه ديالهم الماليه. ايضا كاين مستشفيات اللي دابا لي سي اش اللي كاينين اللي بداو اللي جايين. ايضا هاد المستوصفات مستشفيات القرب اللي حنا عارفين انهم كاينين بحال ما كاينينش، السبيطار الكبير الا للحاجه الكبرى، وهذا شيء مهم لا بالنسبه للميدان الحضري ولا بالنسبه للقراوي، وهذا الشيء اللي كتعمل عليه الحكومه. بالنسبه للتعليم نفس الشيء، حنا كنعرفوا انه هذا العام كل شيء كان عنده واحد القصه في القلب بالنسبه للتعليم، بالنسبه للاضرابات اللي كانوا، وشفنا شحال ديال الاجتماعات اللي قامت بها الحكومه باش نحلوا هذه المشاكل. هذا الشيء اللي كنقول لكم كل ورد بالارقام، والرئيس في اخر جلسه ديالو في البرلمان جاوب بواحد الطريقه جديده اللي هي البطائق، وعطاهم التزامات وراهم بهذوك الالتزامات بالكوش، هانا كوشات، هادي درناها، هادي درناها، هادي درناها، هادي درناها. وهذا الشيء هو اللي بغينا نديرو حنا. حنا هذا اللقاء التواصلي اللي مجموعين فيه دابا، واللي كما قال الاخ الرئيس فيه جميع شرائح ديال المجتمع، الامهات، الشباب، اللي مكونين الاسره ديالنا. وكنبغيو اننا اذا كل واحد فينا كما النهار الاول مشينا دقينا على داك الناس وعرفنا درنا البوخت ا بوخت ودقينا على الناس ديورهم وقلنا لهم اجيو صوتوا مع الحزب ديالنا، دابا خصنا نرجعوا عندهم نستمعوا لهم ونقولوا لهم داكشي اللي كتشوفوا في الفيسبوك واللي كيقولوا وفي التيك توك، على دابا كلشي تابع التيك توك، راه ماشي هذاك هو الواقع، ها الواقع شنو كاين. حنا ما كنقولوش حنا عندنا كلشي مزيان، صحيح انه غير منين جا هادشي ديال الامو ولا مدام كاين بعض الملفات العالقه اللي كل حاجه عندها تفسير. كان عندي واحد اللقاء في جنان الورد، وكان عندنا في سهريج قناوه، وتلاقيت بواحد السيدات راه كاين بعض منهم هنا حضرات معانا، واللي اكدوا انهم كلهم، انا شفتك حتى انا بيان سور، وكلهم معظم ديالهم كياخذ الدعم الاجتماعي، كاين البعض منهم توقف لهم هذاك الدعم الاجتماعي. ملي مشينا كنسولو ونعرفوا على السبب ديال التوقف، كل واحد جبدوا الملف ديالو وشرحوا السبب ديال التوقف.
وهادشي غادي نرجعوا لعند هاد الناس وغادي نشرحوا لهم علاش وقف هاد الدعم. اي توقف كان في الدعم لاسباب، يا اما هاد الناس المؤشر عندهم ما كانش هو هذاك، او لا لا سيتواسيون ديالهم تغيرات وتبدلات وهادشي كيجعلهم انهم خاصهم يخلصوا هذيك 120 ولا 140 درهم. وانا كنقول لهم من هنا اللهم الواحد يخلص 120 درهم و 140 درهم شهريا، ونهار اللي وقف على عمليه القلب ديال 20 مليون تخلص عليه الدوله، ولا انه ما يخلصهاش ويقلب على المحسنين ولا يتوفى عليه الوالد ولا الوالده، وحتى شي واحد ما يبغي هادشي. حيت هاد الدعم هذا اللي كاين مباشر راه ماشي غادي يبقى على الدوام. شنو هي الدوله الاجتماعيه؟ الدوله الاجتماعيه هو اللي عنده شويه يعاون اللي ما عندوش كاع، واللي عنده غيعاون اللي ما عندوش شويه، باش يا اما انه يخلص الضرائب ديالو وبالالتزامات ديالو، باش يمكننا كلنا نستافدو وكل شيء يكون عنده واحد المدخول شهري اللي ما يشغلليش يكون كيدور في الرومبوانات والفروجات ويمدل يديه للناس. هذه هي الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة أنه يكون مغرب الكرامة، وهذا الشيء اللي بغينا. ومن هنا باش ما نطولش عليكم ونخلي الإخوان اللي عندهم مداخلات، كنقول لكم إلى كل واحد فينا مشى للحومة ديالو للدرب ديالو عند غير خواتاته وخوالاته وبنات عماته وقال لهم شنو كاين وقال لهم شنو دار، راه كل شيء غادي يعرف الحقيقة وكل شيء غيساند الحكومة باش أنها باقي عندها الملفات، الملف ديال البطالة والتشغيل والمتقاعدين، وأنه هاد الأوراج نكملوها. دونك خاصنا نعاونوا بعضياتنا على التنزيل ديال هذا البرنامج، وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.